أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. واليوم رح أحكي عن مؤتمر، منه مؤتمر، لقاء. It's a meeting of the beloved. وممنوع دخول العرب. ما بيقولوا إمام علي، ما بيقولوا محمد، بيقولوا الحبيب والمحب. The beloved. I know my people, I know my beloved. بس أنا بأمة العرب بدي أذكره. بس نحن مضطهدين كتير برا. No Arabs أول جملة بحطها. No animals ما في حيوانات. No MSG in the food. أكل طبيعي. هذا مستوينا. جاء رجل للإمام علي وقال له: أنا أملك ما لا يملكه الله وأحب الفتنة وأكره الحق. ولو صرخوا الناس بوجهي وطالبوا يعاقبوه، إلا أن الإمام علي ضحك وقال: ما قلت إلا الحق. قال: إنك تملك أب وأم والله لا يملك، وتكره الحق وهو الموت، وتحب الفتنة وهي المال. ما فيني أخبركم برا شو بيقولوا عن The beloved، الحبيب، إن كان علي أو محمد. هالعلم اليوم شرق غرب عن إسلام الله، عن الفطرة، وعن يلي جاب الرحمة وأتمم مكارم الأخلاق. ولكن صارت كل أحزاب، كل الديانات، وتركنا الأنبياء والمستنيرين، ولحقنا جهنم والعتمة والدرهم والدولار والدينار. نسجد لإلهم العلي منا بالميل، العلي بهالعقل اللي ما عم بيعرف يستعمل الميل. مشان هيك هلا في جنة على الأرض ما بياخدوا عرب أبدا، الناس تجي بتكب ميل بحيث ما في عرب، ما حدا بيلم بكبون. تتذكروا وقت الإسكندر مرق باليونان قال له: في كتير من عبيد الخدام اللي عندي، أنا الملك إسكندر، أنا الإسكندر الكبير، بحبوك، بدي أخدك معي. قال له: لا، ما فيك تاخدني. قال له: ما فيني أخدك، أنا ملك ومعي سيف. قال له: بتقطع لي راسي، بتاخد جسمي، تيابي، هيك تراب، بس أنا ما فيك تاخدني. تعشق. قال له: أنا رايح احتل الهند كلها. قال له: بتموت قبل ما تحتل الهند. قال له: بلا، بدي أشوف أمي. قال له: بتموت على الطريق قريبا. بس أنا ملك وإمبراطور. قال له: بس توصل على البيت بتشوف مين الإمبراطور ومين الشحات. اليوم تعوا على لبنان وتشوف اللي عم بيشحدوا بالأشرفية. قلت له: هودي ولادك؟ قالت لي: لا، ثلاث أطفال بتقرصهم وبتضربهم طيبكم تتصير أنت تعطيهم بسببنا. ما تشحتوا حدا أبدا. المسيح وقت اللي شاف واحد عم بيتصيد سمك قال له: تعال تعلمك تتصيد هالألوهية اللي فيك وفيي. مشي، بس شاف المسيح نور ساطع، إشارة هاي، مشي معه. بطرس، بولس، مريم، ميت بيك. قال له: بروح بعمل الدفن بس ثلاث أيام. قال له: اترك الموتى تدفن بعضها. كلنا أموات ويا ريت منعرف ندفن. في واحد عم بيقول له: عم تشرب ويسكي ولا كافر؟ قال له: مش أحسن ما أشرب دم يا مؤمن. هيدا هن المؤمنين العرب. هلا أنا وقت جيت الأم العربية جيت على لبنان قالوا لي: في مدرسة للعرفان. قلت له: منيح وقفت التاكسي، انزلت رحت أحضر حسينيات وهيك. دخيلكم مع الحق برا، ما في عرب ما في مسلمين. إن الديمقراطية ما بتصلح لمجتمع جاهل، لأن أغلبيتهم من الحمير يلي عم بيحددوا مصيرك. مع احترامي للحمار، أفهم مني وأذكى مني. وين ما كان في حزب الحمير، كان في بمصر سكروه. هون زياد بارود، ارجع مضيع لحي معك، بتكون انت الرئيس.
بس ما حدا بده ادمي، ما حدا بده حمار بيفهم. اضربني بالحقيقه ولا تعذبني بالكذبه. لا تجعل قلبك مثل النهر يشرب منه من يشاء، اجعل قلبك مثل البحر لا يشرب منه الا الغارق فيه. يا حبيبي جورج جرجاف وانطون سعاده والكواكبي كانوا يدفشوك هيك بالبحر، ينزل ويشيلك. اذا شايفك قربت للاستناره، واذا مت خليك تموت. موت اليوم احلى ما تعيش ميت، بركي في امل. الاشخاص الضعفاء ينتقمون، والاشخاص الاقوياء يسامحون، والاشخاص الاذكياء يتجاهلون. تعرفوا قصة الفراشة؟ كانت الفراشة هيدي اللي قاعدة جوا بالشرن قام بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك. بيجي ولد صغير وبيروح بجيب شوكة وبجيب سكينة هيك صغيرة وبقصل الشرن قام. ما بقى فيني طير. قال لا ما فيك تطيري. قالت له أنا كنت عم مرن جوانحي بجوانحي بدي أفتح الشرن قام. وهيك كل واحد منا بده يبني قبره بأعماله. قد ما تعذبت بالآلام تلدين، علمني من ألمني. اليوم لا، بده يروح يلعب جولف الطبيب، يلا بشق له بطنه وبعدين بعمل لك عملية تجميل. بجيب الولد وبيضربه، أول ما طلع منها طلع بطريقة غلط وأول شيء أكل ضربة. هيدي هيك أطفالنا عم تجي من ألوف السنين. لا يغير الله ما بقوم حتى. رح يقربها هشام وتشوفوها. قالوا لي ممنوع تقوليها للعرب. ما رح أقولها، ولكن رح أحط لكم الكلام ورجعوا أنتوا اقعدوا وحكوا معهم. أندروميدا، أندروميدا كونسل، حطوا هالكلمة وفوتوا اقعدوا معه. بيعرفوكن عرب، يستقبلوكن، بتقعدوا تسمعوه. موجودين بكل العالم إلا بأمة العرب، بس راحوا على تركيا. تركيا منا أمة عربية، بتفوت شرق وغرب. أرمينيا موجودين، الأرمن هلأ عم بيهاجروا بيجوا لهون، باسبور أرمني وبتروح. ولكن بس تشوفون رح يجوا. وفينا انطوى العالم الأكبر. كل إشارة بتشوفوها، بتشوفوا ببيتي إشارات كثيرة، شو ما شفتوا الله أكبر الله أكبر. إذا بتوقف على الإشارة بزمروا لك، ها عم تزعجون. هالإشارة إجت لإلك، بون عليكم. هو الشباب الإخوة اللي بيعملوا بتستضيفوا هالمرة، عيب عليك يا أختي اللي أنت بتتبني من شو بيقولوا له، بتحكي أبراج شو بده يصير بكرة. شبعنا من هالكذب بقى. مرة راح معلمي لعند واحد بيتنبأ بدي شو بده يصير. خلص هو طالع، قال له لا ما دفعت لي. قال له منك عارف إني ما بدفع لك؟ ليش ما عرفت إني ما راح أدفع لك؟ وأنت ما زال عم بيسرقوك وروحت ايدك ومدري شو، ما عرفت انه في ناس عم بيسرقوك؟ هيك بتستضيفوا هيك ناس ما بتستحي؟ رجعوا رودولفو على ال بي سي، البسي يا ال بي سي، بير الظاهر، شفت اشاره انت وبعدك هيك؟ كل التلفزيونات منحطه 100%، خلص بقى توقع المحطات كلها، اليوم هيك لحيب كف ايدك، وانت تستعملها مش هي تستعملك، وتعطيني اعذار. اللي بقى تحطوا أسباب. العذر أقبح من ذنب. إذا فكرت في المتاعب أسرعت إليك المتاعب، وإذا فكرت في اللذات أسرعت إليك اللذات، إذا فكرت بالذات بالنفس بالحب أسرع إليك كل النيات إجي. تقول أنا نمت نمت فتنام، مرضت مرضت بتمرض، شفيت شفيت بتشفى. انتبهوا، هيدا هو التنويم المغناطيسي. انت لحيه بايدك،
انت شو بتفكر؟ شو وين نوييك؟ اللي شو عم تاكل بعرفك، اللي شو عم تحكي من كلامك بعرفك، اللي هيك اللي هيك كلامك، هيدا كذا مليار معه هيدا كذا، لانه انت كمان عقليتك بالمليارات. وقت بتروح لعند جماعة مدرسة العرفان بيقول لك تشوف شو بتشوف هالمدرسة وتعال خبرني، من كلامك بعرف وين محيطك، بعرف وين مستواك، عن شو عم تحكي. نعم في سحر بالإرادة الإلهية لحوي فيك، بس نحن ألهانا التكاثر. نعم وهو الله هدينا إلى النور السماوات والأرض، وإرادتنا من إرادة الله، من يقوى به يقوي. مع مين بدك تكون؟ مع الله ومع عبد الله؟ اللي قاعد مع عبد الله بضل مع عبد الله. مون عليك ملك السعودية، أنا ببيتكم، شو عم تعملوا؟ شو هالفقر اللي عنا؟ مرة رحت جيت قلت لها بي الملك يعني شو هالفقر؟ قالت لي وين رحتي؟ قلت لها هيك اجى واحد باكستاني اخذني، ما عملت شيء، بعدهم فقراء وعد بالوعد يا كمون. عندي 50 عبدة، راس العبد فستق عبيد، رؤساء جمهوريتنا بتروح أمريكا بتتحكم. ما في حكيم هون، منو حكيم، هذا طبيب، بس أمكم الأرض. شوف شو بيطلع أعشاب بكل موسم، منك بحاجة أي حبة ولا MMS ولا شيء أبدا، تشتت الدنيا تاخذ هالغبار كله. بس اطلعوا فوق الألف متر بقى، بيروت ما بتنسكن، كل واحد بيعرف أرضه وبلده ووسخه. بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت، فلاح مكفي سلطان مخفي. إذا في شيء حدا بهالأمة العربية وعندك ذرة من الأخلاق، لو خليت بليت موجودين كل هالقصور اللي عندكم بلبنان، شو عم تعملوا فيهم؟ صار في بنايات بأم بلبنان وبالأشرفية حدنا 60 طابق 70 طابق 80. قالت له صدري طابق، قال له صدرك بناية. قالت لي وحدي أنا من الأردن بس أنا مسيحية، هيدا الطابق لإلي هون، منجي أنا وإخوتي مرتين ثلاثة بالسنة. ما زال بعدك عم تقولي مسيحية، المسيح منه مسيحي، محمد مش محمدي، محمد أحمد ومحمد. حش تنتموا إلى أحزاب، حزب الله يعني حوار من نور. قالوا لها لرابعة بنت البصرة، شو تبهدل هالاسم ما بقى فيني اذكره، فه علينا هالبرامج المنحطة. قالوا لها مين لعب بهالقرآن؟ قالت لهم أنا، ليش هو كله القرآن؟ ما غيرتوا فيه؟ إذا كل كلمات محمد؟ لا. قالت لهم أنا كمان، في كلمات شلتها، الشيطان ورجماني وحولتهم إلى رحمة، لعنة الله واضربوهن ودن، لأنه فاتت بعلم الصوفية وأهل الذكر على منابر من نور في لحظة القيامة. هلأ لحظة القيامة، من الموت إلى النموت. اللهم تقبل منا هذا القربان يا حبيبتي يا فاطمة الزهراء، فاطمة البتول، بكل لحظة عم تغفر، تخلق وبتموت، تخلق وبتموت، عطرة معبى الأرض، السيف بس يضربه على شجرة الصندل، الشجرة بتعطر السيف. بس بدون جماعة، الله يده مع يد الجماعة، بتضلوا فرادا أتيتم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون. بشوف هالفراد بيجوا لعندي، بشوف الأموات، بس أموات بتذكر إنه لا، الحي لحوجوه، من آمن بي وإن مات فسيحيا، من آمن بالله. ألا إيمانك شفاك، لا أنا ولا بي. اللغة الأرامية ما في ذنب، ما في خطية، ما في موت، بس نحن بدنا لغة الكرسي، مش إيه الكرسي، خلق الله إيه
على الكرسي الإلهي قلبه بإيديك، بيقلبنا بإيديك. خلقت الخلق لأعرف، كنت كنزا مخفيا. ما في هون أهل ذكر وأهل الصوفية أبدا بأمة العرب، أفراد إيه. في اثنين إذا بعرف شيء من القليل من الإسلام من هالاثنين، اثنين تغيروا. قلت له هيك صرتي وأنت هيك كمان، معقولة؟ غشتهم الدنيا. انتبهوا، لا إله إلا هودي أنت مسؤول عنه، أنت إله وأنت رب، يا بترجع لورا أو بتفوت بالمحيط وبتدوب وبتموت. يجي لعندك هرولة إذا أخذت أنت أول خطوة. الإمام علي بعد فيه مثل شيء، سأل الحبيب مسيرين ومخيرين، قال له آفي علي وقف، رفع عجرك، رفع عجرك، قال له رفع التاني. أول خطوة من اتخذها وين بدك، شر أو خير؟ شنك؟ قال له هي اللي عم بتربيه بده يقتلك. أهلا بقاتلي فزت ورب الكعبة، طعموا طعامي بلبسوا ثيابي. هلأ حول العالم عم بيدرسوا شو هو اسم محمد، ليش هالاسم أكتر شيء، وليش كل عربي وكل مسلم قبل اسمه في محمد. هيدي اسمه فعل وصفة، هيدا الجفر. وجاني باللي عم يحكوا، مشان هيك يعني محمد كيلاني عراسي استاذي يعني شلتوه عن اليوتيوب وهيك شاله هون وقعد وراح. كل اللي عم تشوفه كل نهار جمعة بيجمعنا الجامع، والسبت والأحد مع الواحد الأحد، والاثنين والثلاثة والأربعة، ومهضومين مهضومين كلنا يعني. ما بعرف وين بدي فرجيكم إياها، شوفوا قديش. بس واحد يشوف حدا بخاف يرجع بيقول يه، إذا بركي شافوني، بركي قالوا لي شيء، بركي هيك، بركي هيك، بركي مهضومين. بلاقيها جايبتها أنا معي، فات واحد قال له شو هي، برجع بلاقيها. بدون يسير وما فيك إلا ما تسير. إذا وجدت امرأة جميلة وعاقلة وذكية ومتواضعة ومثقفة وحنونة وصبورة وملم بالأعمال البيت وليست مادية، فاعلم إنه الحشيش اللي معك أصلي يا معلم أصلي. حللنا الحشيش هلأ هون، وين ما كان بأمريكا محلل، طول عمرهم كانوا يزرعوا بيدوما تنبك، أي عمل ما فرمي يفرموا. وهلا الحشيش بأمريكا، ماريوانا بمصر، الملوخية يعني ملوكية، بياخذها الملك مرة مرتين بالجمعة حتى يقدر يستقبل هالناس وهيك يكون مجاملات. ايه بحبك كثير يلا، هلا بعثوا له هالألف دولار. بيقول الملك بحبك كثير، بحبها بجيبته. قال له أنا برطلت حالي هلا، أعطيني طلاق، روح برطل غيري. بطاني طالحة حول الحكام كلها هالكعب من هالعجين، لازم يكون معه حرس قدامه ووراه سيارات مفحمة مش أحمى. الصورة البشعة بدها برواز. بيوقفوني على الطريق، أنت مريم نور؟ بقول له لا، وبكرهها. بقول له وأنا كمان بكرهها، إنه لازم يكون مريم نور مع سيارات وكل الفنانين والفنانات، رسولة السلام، رسالة مدري شو حاملين هالفنانات وهالفنانين، كلهم كوبي بيست. المختار ما بده صورة، بيخزق أي صورة بيعمل لك بزبور. المهم بده يجي رئيس، بده يكون توافقي وفق ووطني. حلو كثير عفاكم. فل الزعماء من لبنان، بدك زعيم؟ هالقد أنت فغيم وغشيم؟ نعم. قال له خذ هالخاتم وروح افصله بس ما تبيعه. أخذ هالخاتم وراح، إجا قال له خدته عند بيع البندورة 2 كيلو بندورة، عند بيع الصرامة قال له بعطيك فردة صرمية، رحت لعند جوهرجي قال له بعطيك 300 دولار. بعدين رحت لعند جوهرجي يعني
بيعرف بالمجوهرات الخارجية والداخلية. قال له منين سرقوا هي؟ منين جبته؟ قال له لا ماني سرقته، بس هو عطانية. قال له انتبه هيدا ما بينباع. قال له هو عطانية. اجا قال له هلا هي رسالة لألك، بتحب تكون مع الكندرجة، مع المقلعجة، مع الجوهرجة، مع الخضرجة، انت مع مين بتكون؟ كل ما انت عاشر اقول لك منها، انت اختار مين بدك. نعم، في ملك حلم انه هيجم عليه المملكة، جاب الحكماء اللي عنده، قال له شفت رؤيا؟ هيجم علي المملكة، شو بدي اعمل؟ صار يفكر يفكر اجا واحد بهلول قال له اركب على الفرس وفل. ركب على الفرس وصل على بلد، لقى في واحد تاني راكب على فرس واجا، نزل هو يكتح بصله للفرس، قال له انا كمان بدي بوسه للفرس. قال له ليش؟ قال له انا كنت جاي تاخذك، كنت جيت لهون على حضرموت. خلص انكتب لك الموت، انكتب لك الموت، ولكن انت مملكتك محدوده، مملكه الله منا محدوده. قال له انا اقوى منك. قال له انت خادم واقوى مني؟ قال له ايه. قال له اطلع بدي اركبك على فرس مهم كثير مثلي، كيف انت اقوى؟ شافوا بيركب على الفرس، شافوا هيك شافوا هيك. بعدين قال له اطلع معي لبرا، نزل عن الفرس، طلعت نطلع برا مملكتك. قال له لا انا مملكتي هون، هيديك مملكته هونيك. قال له انا عايش مع الله ومملكته منا محدوده، وين ما رحت حافظني الله الغالب والله الحافظ. شوفوا كتاب 99 اسم من اسماء الله الحسنى، وبتشوفوا انه انت لحني فيك اي كلمه هيدي فيك، وبس تغلي على المي بتغلي. مثل اللي قالت له قوم اتحمم قبل ما تغلي المي، قال لها بعد في المي ما غلوها. فاذا وفينا انطوى العالم الاكبر، انت السائل وانت المسؤول وانت السجن وانت المسجون. كل الكتب اللي عن الحريه انكتبت بسجن رومي، يا ريت بحب اعيش معكم بسجن رومي. باي سجن؟ كلمه حلوه كثير، روم، رومي، رومينج، لانه مح عمين قال له علي لقطوه، مشان هيك هلا بالسجن هونيك شو ما بدك فيه. طبعا اتفقوا معي، ماني توكس ستوبيد ووكس، بس بسببنا. ليه بدي سلاح؟ ليش بدي سجن؟ تعالوا نتحاور، الحق علينا. شو اخذ معك على القبر؟ بعثوا لي ايميل، ابعث لكم احلى 2 ايميل اجوني بحياتي. خلص ما بقى فيكم تسكتوا. واحد منهم عم بيحكي عن الموبايل، كل المكانات اللي عملناها كيف عم تتحكم فينا، مترجمينها بالعربي، شاب عم بيقول بيخدم بيكبر، بقول هالمكانات اللي عم تعملوها عم تتحكم فيكم، حتى تجي حضاره تقتل الحضاره. قال اينشتاين اجت. وفيديو تاني بعثوا لي في واحد راس مالي، رجل راس مالي وغني ومهم كثير، استعمل مرته، استعمل امه، استعمل الصنع، استعمل هيك، استعمل العمال اللي عندهم، بيستعمل الخضرجة العجب كلهم بيستعملهم، كل هو بيغتني اكثر واكثر واكثر واكثر، وكلهم بيسجدون بس يجي لهيك بيفتحوا له البواب، بيفتحوا له الاسانسير، بيفتحوا له مدري شو، بيفتحوا له مدري، عبيد عنده. بعدين مريض 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 مريض، مشي 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 شوي، وقع وين؟ عباب شغله. اجا واحد وقف عليه مسح اجراه به وفات على المكتب عنده، مثل ما راس الشغل بيحتقر اللي تحته 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 اللي تحته، قلبوا الهرم. الهرم هلا الدولار فوق الكل، وتحت الدولار الحكام، تحت الحكام رجال الدين، تحت رجال الدين الفنانات والفنانين، ورينجر بينجر شنجر تينجر تك 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 تك، والطب والادويه وكلها والعمليات والاف دي اي وكلها، واخر شيء الشعب حاملينه كله برم. الشعب بالاول قال لهم الهكم تحت اجري الحلاج، قطشوا له اجري، قطشن له ايديه، يعني الموت اللي ماته ابشع من الصليب، نبشوا تحت اجري، ضل يبتسم، قطعوا له راسه، لقيوا في دراهم.
وكلهم عم بيرجموا إلا شبله. شبله أنت معه؟ قال له لا، أخذ وردي وكبة. قال له يا شبله، هني مش عارفين بس أنت عارف وأنا الحق. لا عم تساوي، بدك تدفع الثمن. وضل يبكي شبله تمام 30 سنة يبكي، يقول أنا اللي قتلت الحلاج. وهلأ بتقوله أنا اللي قتلت الحريري، وأنا اللي قتلت أنطون سعادة. كل واحد يقول أنا أنا، نحن نحن. هلأ عن الناس معزلة خلص، هدو وحدكم، شو ما عم تشتغل شوف مصرياتك وين عم تصرفهم، أدوية وتياب وسرامي وشرطيط. وأنا هالزعيم اللي أخذت كم شنطة وعملت محل هلأ باسمك، إنه مدري شو الفوتبول باسمك هديك، عمل كمين شمعون وهديك. ثالث يوم ما تذكروا الميت، المسيح قال لأمه منك أمي يا امرأة ولا أنت بيي. يا امرأة شربل، يا امرأة ما تطلع فيها، إنه استأجرت هالرحم 9 أشهر منضل خلاص. كون مخلص لنفسك، مخلص للإخلاص اللي فيك، وإلا ما حدا بيخلصك إلا إخلاصك.